يا يما ظلي تبسمي الوردة انسجت من مهجتك، يا يما ظلي تبسمي الوردة انسجت من مهجتك. كبرت وكبرت وظهرت من قلب المعاناة ينبثق الأمل، فكيف لهذا الأمل عندما ينبثق من قلب أم رأت أحلامها في ابنة كان المرض عائقا صنعت منه تحدي وقصة إصرار. لقاء مثقل بالأسئلة والذكريات والأحلام. السيدة أنعام سباعي والدة الدكتورة ملاك عابر الثقفي، رمز من رموز مبدعات الوطن والعالم. بصمتها تتنقل في قاعات جامعة هارفارد وأروقة المستشفيات لتداوي بعلمها كل جسد أنى بالألم. الله يا يما، أول زهرة تتفتح في حياتي يعني كانت هي أول طفلة لي أرزق بها، وكانت ولدت مريضة بمرض وراثي، فكان الكل يعني يتكلم إنه سيبيها وخلاص وحتموت وحتمشي، بس أنا كنت مؤمنة بقضية واحدة إنه هذا الشيء الله أعطاني هو، وأكيد الله حيكرمني فيه. صحيح مريت مراحل صعبة مع ملاك، رحلة علاج طويلة، سهر ليالي، غربة كثير، نوم في مستشفيات بالأشهر كنا ننام، وأنا كنت صغيرة كمان يعني كانت أول طفلة وصغيرة ما وعيش ردة فعلها، لدرجة أن الدكتورة نادية السقطي لما شافتني قالت لي أنت كيف اكتشفتي، كيف عرفتي أنه هذا المرض، وكيف يعني جريتي وسعيتي عليه. ما سكت من ذاك اليوم برضي، وما زلت أنا بدي باور لملاك في حياتها. لما تجي احيانا ياس انا في انا كده تعبانه بقول لها لا امشي وان شاء الله ربنا معك. بملاك كانت ما شاء الله عليها جدا ذكيه، كانت من هي صغيره حتى لما نروح لتسوق وكده كانت تحب تختار حاجات الطبيب. نحن منا باي شيء، نحن منا بالذكاء. فبالنسبه لملاك انا ما اعتبرها ابنتي، اعتبرها صديقتي، اعتبرها الاخت والصديقة والزوج والحبيب وكل حاجة في حياتي، لأنه ملاك بارة فيها كثير يعني فوق ما يتصور أي بشر. هي عندها عشق القطط سبحان الله، بتديك براحة نفسية. فأتمنى من كل أم إنه يكون عندها طفل أو طفلة تولد بحاجة فيها مرضية إنها تصبر وربنا حيكرمها، وممكن هذا الطفل أو الطفلة تكون أبر وحدة فيها من أولادها. ملاك كثير تشبهني، والطبع يعني كثير زيها، لأنه هي أغلى حاجة في حياتي.